المسلية الممتعة ثلاث نقط الإجابة سليمة وفي أقل من دقيقة يستحقوا نقطتين اثنين بس ونتمنى دائما أن نلتقي على خير يا سمراني محبة برافو من غير كلام من غير كلام من الأحد إلى الخميس 8:30 مساء على قناة ذكريات. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أتعبتك الرياضة يا دكتور؟ نعم. أنت في أول العمر يا عمر، أما أنا ففي في الباي باي. بارك الله في شبابك يا دكتور. ولد لا داعي للمجاملات الآن. ثم أنا جلست لكي أفكر
كيف نخرج من الحصار المضروب حولنا بالغاز. الحل عند روبي. ما رأيك يا روبي؟ شغل مراوح التفريغ، ستشفط الهواء الفاسد والغازات من السفينة. أجهزة التفريغ لا تعمل. أوقف ضخ الأكسجين إلى العربة. معك حق، فهو يضيع بلا جدوى. هل ستمنعون الأكسجين عنا؟ لا لا، سنوقفه فقط عن بقية أجزاء المركبة، أما هنا فسيستمر. الحمد لله إنها تعمل. والآن؟ الآن سنترك روبي يفكر في الحل. ألن نأكل الآن؟ كريم، أنت أول من يجوع وآخر من يشبع. يا رجل يا رجل، تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. صدق رسول الله. صدق رسول الله. هيا تفقد الأجهزة هناك. ألا تجوف؟ لا. ألا تحزن؟ لا. ألا تشتاق لأحد؟ لا. ماذا تفعل إذن؟ أفكر وأشتغل. فقط؟ فقط. روبي، أنت تعرف كثير، ولكن لا تجوع، لا تكذب، لا تحس. لا تعرف معنى الغربة. أما أنا فغير، أحس وأجوع وأشتاق. أشتاق إلى الوطن، إلى أصدقائي. أتمنى أن أكون بينهم الآن. لبيب، ما بك يا لبيب؟ إنه لا يشعر بالحنان. إنه معاني قاسية. تعال تعال اجلس. ما لك وما لك؟ أحببت. تستطيع أن تظل تحبه؟ أريد أن يفهم أني أحبه. لن يفهم. ما فائدة الحب بدون أن يعلم الآخرين؟ نحن نعلم ونحبك. نحن لسنا آلات، نحن بشر ونحبك يا لبيب. لا أدري، ربما لأنني شعرت أني سوف أموت، تذكرت أمي وأبي وأصدقائي. إني أبحث على أحد يحبني. نحن نحبك يا لبيب، نحن نحبك. ربما لأن عملنا دقيق ونحتاج إلى جهد وتركيز، فإننا لا نتحدث فيما بيننا بلغة العواطف، ولكن هذا لا يعني أننا قد فقدنا هذه العواطف. كل رواد الفضاء يشعرون بهذا الإحساس. صدقني يا لبيب، أنا كثيرا ما أشعر بالوحشة وأشتاق إلى وطني وبيتي وأولادي. Ha 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 ha!
الحل الوحيد لإفراغ المركبة من الغازات السامة. ما هو؟ هو إخراجها من المركبة. وكيف نخرجها؟ بتشغيل المفرغات. قلت لك إنها لا تعمل. نرسل من يصلحها. شغل الكاميرات الداخلية لكي نراها ونعرف الأعطال التي فيها. الغازات حجبت الرؤية، لا نستطيع أن نرى أجهزة التفريغ الهوائي. أرسل شخصا إليها لإصلاحها. لا نستطيع أن نرسل أحدا، هذا يقتضي المرور وسط هذه الغازات وهي غازات سامة. أرسلوا من لا يتسمم. من لا يتسمم؟ من هذا؟ أنا. وكيف ستخرج من هنا يا روبي؟ من الباب الأول. نحن نعرف من الباب، ولكن إذا فتحنا الباب دخلت الغازات السامة. لدينا ثلاثة أبواب متوالية، كم واحدا أغلقت حتى الآن؟ اثنين. ستفتح الأبواب بالتدريج، الثالث أولا، أدخل أنا فتغلقه وتفتح الباب الأول. رائع، عبقري يا روبي. أنا لم أحاول التدخل. ماذا كنت ستفعل؟ يمكن لأي واحد منا أن يرتدي الملابس الواقية ويذهب إلى أجهزة التفريغ. لنفرض أننا أرسلنا واحدا منكم ووصل إلى هناك، هل يستطيع إصلاح الأجهزة؟ طبعا، توجهونني من هنا. ولكننا لا نراك، الرؤية معدومة تماما في جميع الممرات وباقي أقسام المركبة. لما لا تذهب أنت؟ لكي أصلحها يجب أن أراها، لا أستطيع أن أصلحها في الظلام. فهمت؟ المضخة الثالثة جاهزة. الحمد لله. كم يستغرق لتفريغ المركبة؟ يستغرق يا لبيب حوالي قل له يا كابتن فؤاد. لن يطول الأمر. المضخة الرابعة جاهزة. إلى أين يا روبي؟ لإصلاح البوابة الرئيسية. أحسنت يا روبي. كان يجب أن نأخذ بعض الغازات لتحليلها. هذا صحيح، كنا شغلنا أجهزة الشفط لأخذ هذه العينات. روبي، ماذا جرى لأجهزة الشفط؟ هي التي ساعدت على إدخال الغازات، وهذا ما زاد في الشفط ودرجة الحرارة في المركبة. صحيح، شغلناها لأخذ عينات ونسيناها، ولكن ماذا جرى للأجهزة؟ تعطلت. كيف؟ انفجرت أبوات العينات فتوقفت مراوح الضخ. بسيطة، سنصلحها فيما بعد.
سنصلحها فيما بعد. وما فائدة إصلاحها بعد أن فقدنا هذه الغازات؟ تتحدث وكأننا لن نرى غازات المشترى بعد الآن يا دكتور. هل سنعود إليها؟ طبعا، ولكن سنعود ونحن أقوى وأحسن تجهيزا. وإن شاء الله لن تفاجئنا الأعاصير كما فاجأتنا المرة السابقة. كريم، هل أنت خائف؟ خائف؟ لا 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 أبدا، وإنما في منطقة الأعاصير تبلغ درجة الحرارة 4000 درجة مئوية، وهذا يذكرني بالفن ومنذ زمن لم نأكل طبخه بالفرن. ما رأيك يا عمر في صينية لحم بالفرن؟ أنت إنسان مادي مثل روبي، لا تفكر إلا في بطنك. أنسيت أن روبي لا يأكل؟ يجب أن يخرج واحد منكم. لماذا؟ لإصلاح الشق على سطح المركبة. تعجبني يا روبي، فأنت لا تنسى شيئا. ما رأيك؟ أنا جاهز، ولكنني لست واثقا من قدرتي على إصلاح العطل. معك حق، لم يبقى إلا أنت أو الدكتور. الدكتور جاهز. لا، أنا سأخرج. أخرج أنت يا كابتن فؤاد، فقد يحتاج من يخرج إلى قوة عضلية قد لا تتوافر لدي. كما أن العمل على السطح خطر. لا يا كابتن، لو حدث لك شيء لا قدر الله نكون قد انتهينا. ولو يا لبيب، لا تخف، هيا بنا. ما الموقف يا روبي؟ نزال في منطقة المشترى وكواكبه والمركبة على ما يرام، باستثناء الفتحة التي احدثتها حرارة الأعاصير الغازية. جاهز يا كابتن فؤاد؟ جاهز يا دكتور أمين. الله معك وقلوبنا معك. أسرعوا يا شباب، سأراقبك على شاشات الكابينة. مضبوطة يا كابتن. طيب يا روبي، ستبقى على اتصال معي حين أضع هذه القطعة من الخارج. يجب أن تكون بقربي من الداخل لكي نضعها معي. حاضر. Thank you.
اتصال دائم مع الكابتن. أمرك أيها العزيز روبي، الاتصال قائم ودائم. تراني يا دكتور أمين؟ نراك يا كابتن فؤاد. اعطوني الإضاءة من عندكم، إضاءتي لا تكفي. هل تسمعني يا روبي؟ أسمعك. الفتحة متشققة، الإصلاح يجب أن يشمل منطقة أوسع مما قدرت. جهز لي قطعة أخرى. حاضر. دكتور أمين، أريد إضاءة خارجية على فتحة الخروج. ما هذا يا كابتن فؤاد؟ أملاح متجمدة عند فتحة الدخول، هي التي كانت تعوق حركة الفتح والإغلاق. من الممكن إصلاحها، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. كريم. نعم يا كابتن. تستطيع أن تلحق بي، أنا سأهتم بالشق الموجود في جسم السفينة، وأنت ستأخذ مطرقة لتكسير بلورات النشاد المتجمدة على المفاصل. ابتدي ملابسك ودعنا نرى قوة عضلاتك. حاضر يا كابتن. ها يا روبي، هل انتهيت؟ انتهيت. هذا هو كوكب المشتري، وهو كوكب هام من الكواكب التي تدور حول الشمس. ما هي أهميته؟ إن لديه مجموعة من الكواكب التابعة له تدور من حوله. طبعا يريد أن يعمل من نفسه زعيما. لا يا عمر، كل هذه الكواكب تدور في أفلاكها حسب تقدير الله لها، ذلك تقدير العزيز العليم.
خائف أن أسكت أحدهما. لا لا تخف، فتجهيزات الأمان لدينا ممتازة. أين يقع إذا سقط؟ يا لبيب، الوقوع والسقوط والصعود كلها مسائل مرتبطة بمفهومنا عن الأرض. أنت على كوكبنا الأرضي تسقط عن الشجرة إلى الأرض، أما هنا لا تسقط، هنا تنفصل عن المركبة وتصبح في هذا الفراغ. ماذا يعني في الفراغ؟ يعني أنك لا تسقط إلى أي مكان. ووزن الإنسان؟ الوزن مرتبط بالجاذبية، إن لم تكن هناك جاذبية يظل الإنسان في هذا الفراغ إلى أن يقترب منه أحد الكواكب أثناء دورانه، هنا فقط يدخل في مجال هذا الكوكب وعندها يسقط إليه. هنا أنت وحظك، قد تسقط على المشتري أو تسقط على أحد الكواكب التابعة له. لا، هنا أفضل. الكابتن فؤاد يعرف جيدا ماذا يفعل، فلنتابع كريم. كريم، هل تسمعني؟ أسمعك يا دكتور. ماذا تفعل؟ أكسر بلورات النشاذر المتجمدة. دكتور، يبدو لي أن ما أفعله غير صحيح. لماذا؟ ألا يتكسر النشادر؟ يتكسر، ولكن جزيئات من جسم السفينة تخرج معه. سنساعدك. روبي، هل تسمعني؟ أسمعك. شغل تيار الهواء الساخن في المنطقة التي يعمل بها كريم. لا، تابع عملك، سنساعده نحن. اذهب إلى غرفة المكيفات وشغل تيار الهواء الساخن. لا نعرف. كيف لا نعرف؟ هيا بنا. اذهب وسأواجهكما من هنا. اسمعني يا دكتور. أسمعك وأراك. أثر التيار ممتاز، أليس كذلك؟ لا يا دكتور، الحرارة غير كافية. أعطيتك تيارا حرارته 60 درجة. غير كافي، المنطقة هنا باردة، هنا الحرارة قريبة من الصفر، يجب رفع درجة الحرارة. سنرفعها، ولكننا لا نستطيع الاستمرار هكذا، فإن المحركات قد تبرد. سأساعد التيار، ولكن ارفع لي الدرجة قليلا. ارجع المقبض الى الصفر. عد انت ولبيب الى هنا. ارجع المقبض الى الصفر. ¶¶
دكتور أمين، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا يا كابتن فؤاد. أرجو أن يتم التصليح سريعا وإلا سنقع في مشاكل عديدة. الأكسجين الذي معنا سينتهي كله بعد 4 دقائق. كابتن فؤاد، روبي في طريقه إليك، استعن بالله واصبر قليلا. روبي، هل تسمعني؟ أسمعك. كابتن فؤاد، روبي وصل إليك، وجهه أنت، أصدر إليه أوامرك. حاضر. يجب ألا تتأخروا في الخارج. وما العمل الآن؟ كابتن فؤاد، هناك خلل في بعض الأجهزة. ما الأخبار يا كابتن فؤاد؟ كابتن فؤاد، هل تسمعني؟ الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ صدق الله العظيم.